بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أكد بأن كان هناك هجمات باستخدام طائرات مسيرة من طراز شاهد 136 و131 على مناطق غربية وجنوبية ووسط البلاد. بيان سلاح الجو الأوكراني أعلن عن إسقاط 15 من أصل 17 مسيرة إيرانية تصنع هاجمت مناطق تشيركاسي وكييف وأيضا مناطق فينيتسيا والنيبرو بتروفس في الوسط. تحدث حتى الآن تكشفت الأضرار حول منشآت تابعة للبنية التحتية الحكومية، نتج عن ذلك حريق اندلع في إحدى هذه المنشآت في منطقة جيتومر شمالية البلاد حسب ما أعلنته الإدارة العسكرية للمنطقة. سرعان ما توجهت رجال الإنقاذ وهيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية وتم إخماد الحريق دون الإعلان عن أضرار أو إصابات مدنية في صفوف المواطنين. قبل قليل هناك كانت انفجارات في العاصمة كييف، إلى حد اللحظة لم يتم الإعلان رسميا عن مصدر هذه الانفجارات أو عما ماهية هذا الانفجار، لكن لم يكن هناك أي وجود لصافرات إنذار أو أي حديث عن استهداف صاروخي. ننتظر طبعا المعلومات الرسمية حول ماهية هذا الانفجار. صلاح، بالحديث عن الجبهة والوضع الميداني في الشرق، كان هناك يعني معارك مستعرة في مناطق ليمان، باخموت، أفديفكا ومارينكا وشختار. الحديث يدور عن رصد 33 اشتباكا مسلحا خاضتها القوات الأوكرانية مع القوات الروسية خلال 24 ساعة الماضية. في محور تافريا جنوبا، أعلن قائد منطقة تافريا ألكسندر ترنافسكي عن عمليات عسكرية مكثفة تقوم بها القوات الأوكرانية، كبدت خلال ال 24 ساعة الماضية خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية، حيث أسقطت مروحية من طراز KA-52 وتدمير دبابة وستة مركبات عسكرية وأنظمة صاروخية ومنصة لإطلاق قذائف الهاون. وأيضا يتحدث ترنافسكي عن تكبيد خسائر في الأفراد والقوات الروسية تصل إلى 234 جنديا بين قتيل وجريح في هذا المحور. سياسيا، أعلن أندري أرماك مستشار أو مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية عن انضمام 25 من الدول إلى الإعلان الذي تم التوافق عليه بين الدول بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا. 25 من هذه الدول، وتستمر المباحثات والاتصالات من أجل انضمام المزيد. هذا الإعلان الذي تم التوافق عليه في قمة فيلينيوس مطلع شهر يوليو الماضي. زيلينسكي طبعا أكد يوم أمس وصول عدد من حزم المساعدات والأسلحة الثقيلة والدفاعات الجوية، وأكد بأن أوكرانيا تنتظر المزيد من هذه الحزم في إطار تعزيز جهود أوكرانيا لدفاعاتها الجوية، مع تأكيد أو التأكد من عدم وصول طائرات F-16 خلال العام الحالي. أوليكسي ريزنيكوف أخيرا وزير الدفاع الأوكراني تحدث عن أن هولندا والدنمارك رسميا سيقومان بتزويد أوكرانيا بهذه الطائرات مع الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات، وأكد بأن الجيش الأوكراني يمتلك كفاءات تقدر أو لديها القدرة على التعلم بسرعة على مثل هذه الأسلحة الغربية، وأكد بأن النصر سيكون حليف أوكرانيا، وشكر كافة الحلفاء على دعمهم في إطار عملية مواجهتها ضد ما أسماه الإرهاب الروسي. أشكرك شكرا جزيلا لك معتصم عابد، مراسل الغد، كنت معنا من كييف.